المنعطف الكبير كان في سنة 1973 عندما قامت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين بشطب المثلية الجنسية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. شنو يعني؟ يعني ما عاد هو ضمن الاضطرابات النفسية. الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين يقول عادي الإنسان يكون عنده مثلية جنسية، هذا مو اضطراب، ما في مشكلة، شو المشكلة؟ وبالنتيجة ألغي تعريفها كاضطراب نفسي أو شذوذ جنسي. وخلال الثمانينات والتسعينات سنت معظم الدول الغربية قوانين تمنع التمييز ضد المثليين في فرص العمل والإسكان والخدمات. إذن الجديد في الغرب بالسنوات الأخيرة ليس السماح بالعلاقات المثلية، علاقات المثلية أصلا موجودة هي في الغرب. إذن ما هو الجديد في الغرب؟ ما هو الجديد؟ هذه العلاقات كانت مباحة من الناحية القانونية، وإن كانت مرفوضة من الناحية الاجتماعية، ولكن مباحة من الناحية القانونية. الجديد في بضع السنوات الأخيرة هو تقنينها وشرعنتها والاعتراف بها لنشأة أسر بتركيب جديد. وأيضا الجديد هو تأسيس جمعيات ومؤسسات تسير باتجاه الضغط على الحكومات والرأي العام لتطبيع المثلية على المستوى الاجتماعي. وعلى هذا الأساس اتخذوا لأنفسهم شعارا خاصا، علم قوس قزح. بل حاليا كثير منهم يمارس التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي على من يبدي تحفظا على المثلية، مو رفضا وعداء، حتى من يبدي تحفظا على المثلية يمارسون عليه التنمر حتى لو كان هذا المتحفظ ربوبيا أو حتى ملحدا. أعطيكم مثال على هذا التنمر. مؤخرا أعلن السلطان بروناي هي مملكة ثرية في جنوب شرق آسيا ثلثيها من المسلمين، أعلن هذا السلطان في مايو الماضي 2019 عن تعليق عقوبة إعدام المثليين بعد أقل من سنة من إعلانه عن دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ. يعني هو في البداية قبل سنة وشوية أعلن أنه خلاص راح يصير في عقوبة إعدام للمثليين، خلال أقل من سنة اضطر إلى تعليق هذا القانون. لا أريد هنا تقييم تلك العقوبات بالدفاع عنها أو التنديد بها، هذا ليس شأني، ليس هذا غرضي، وإنما أدعوكم فقط لمتابعة ردة الفعل العالمية والفزعة التي قام بها مثليو العالم والضغوط الرهيبة التي مارسوها. لقد قام مشاهير العالم من ممثلين ومغنين ومذيعين، ولا أريد أن أذكر أسماء فهي معروفة موجودة، قاموا بدعوات لمقاطعة الشركات التابعة للأسرة المالكة في بروناي، خصوصا تلك الفنادق الفاخرة التي يمتلكها سلطان بروناي في الغرب، الأمر الذي اضطره للتراجع عن قراره وتعليق تلك العقوبات. هذا يكشف عن النفوذ الشديد والتكتل بين تلك الشركات والمصالح وتشابك المصالح